السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكشف عن التميمة الرسمية للشأن الجزائر المقام في 13 جانفي 2013. لا تنسوا الاشتراك ولايك وشير للفيديو. وليكم تفاصيل الخبر، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر شأن اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 عن تميمة البطولة التي ستقام ما بين 13 جانفي و 14 و 4 فيفري 2023، وتتمثل تميمة الشأن في فانك يرتدي البدلة الرياضية للمنتخب الجزائري. وقد أطلق على التميمة اسم القبطان، وتم تقديم التميمة شأن الجزائر بحضور وزير الشباب والرياضة عبد الرازق سبقاق، الذي شدد على دور الأسرة الإعلامية في إنجاح البطولة. وأضاف الوزير أن المهمة الكبيرة ستقع على عاتق الإعلام في إنجاح البطولة للاعبين المحليين وفق ما نقلت عنه موقع الشروق. طبعا تم الكشف عن تميمة الشأن والكرة التي سيلعب بها شأن الجزائر 2023. ولا تنسوا الاشتراك ولايك وشير للفيديو.